بعد تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد والذي انعكس على المواطنين، بات الإقبال على الأدوية متزايدا، وفي كثير من الأحيان لا تكون هذه الأدوية ذات جدوى لعدم استشارتهم للأطباء. بصراحة يعني الحاجة اللي نعاني منها في الصيدلية أن الأغلب اللي يقعد عنده برد وكبير في السن يجي ياخذ مضاد حيوي، مع أنه ممكن يعني الموضوع يمشي بنادول أو الأدوية بتاعت البرد العادية، مش لازم مضادات حيوية. المضادات الحيوية واجد تضعف المناعة، بس للأسف ما فيش يعني الوعي شوية ضعيف، هنا أكثر ياخذوا فين بلا وصفة. وتفاجأت أن في أدوية حتى واجد يعني توا في ظل الوباء اللي منتشر ياخذوا فيهن أدوية خطيرة وياخذوا فيهن كلهم بلا وصفة، أو يجوا يطلبوا فيهن مني بلا وصفة. غياب الضبط نظرا لضعف الأجهزة الرقابية يجعل العديد من المواطنين يقتنون أدوية قد تكون قاتلة في بعض الأحيان. أغلب المواطنين يجوا يعني أساس ياخذوا، يعني قبل كان إقبال على الماوث واش مثلا، انتشرت إشاعة على النت إنه هو إذا المضمضة مستمرة ما فيش مش حيصاب الفيروس، فقعدوا ياخذوا فيه بشكل مستمر. يعني في أدوية دواء كانوا أساس يعالجوا فيه بالملاريا، تمام، بيجونيل، ويخلطوا فيه مع مضاد حيوي أخرى، بس هذا خطير بكل. يعني في وحدين جات فترة إنه يجوني لعند الصيدلية هنا ومعهم صورة في التليفون أو الاسم يقول لي نبي الدواء هذا، الدواء هذا خطير وما يتصفش الا بوصفه اصلا، وتسبب فعلا في مقتل اكثر من شخص، هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوقف ضربات القلب في اكثر من مكان في العالم فوقفوه. الاقبال المتزايد تسبب في شح بعض الادويه، كما ساهم في رفع اسعار العديد منها. حاليا في تزايد في الاسعار طبعا بالنسبه للادويه بصفه عامه، وحتى الحاجات مثلا اللي هي الجلافس، الكمامات، الديتول، الكحول، كل اسعار متزايده، بحيث ان المواطن بصراحه يعني في وحدين واجد ما يقدروش يشروهن. وفي نفس الوقت الكمامات اصلا والمعقمات وهيك نسبه تواجدهم في شركات الادويه ضعيف، فيعني انا ممكن نطلب كميه 20 طرف او 30 طرف ما يوصلش منها الا 5 طروف او 6 في الصيدليه، يعني ناقص في الشركات، وفي نفس الوقت جودتهم اصلا مش تمام. نوائب عديده اجتمعت على المواطنين وباتت تنغص عيشهم وتقض مضاجعهم، فيما يبقى المواطن آخر الاهتمامات في ظل سيطرة التجاذبات السياسية على المشهد وغياب أفق قريب للحل.